مساء النور، مساء الهنا عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الشكل من الجلابه المغربيه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا في اول فيديو، كاينه جلابه في الموف والازرق السماوي، كما كتشوفوا طريزه في الناحيه ديال الصدر وفي الكميمات حتى هي مطروزه خيط برشمان. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كاينه مازال هاد الجلابه، عاوتاني هاد الميلونج ما بين الاسود والاصفر، كما كتشوفوا طرزة هي في الناحية ديال السطر بالمردوخ، ونصف الثقمين بالعقيدات تماما، واخدينهم من اللوينات اللي مديرينهم في الطرزة تحت في الجناب كما كتلاحظوا في الفيديو. كاينة ثانية هاد جلابة لي دوبياس، هي بزواق ديال المعلم جلابة مخيطة. وبالنسبة للقفطان، يعني داخل فيها شوية ديال الطرز ناحية ديال الصدر. إلا بقيتو معنا حتى لدابا، ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والحصري على القناة. كاين عاوتاني هاد الجلابة بزواق ديال المعلم خياطة جبلية. كاين مازال كاين هاد الجلابة نخضر الملكي. كاين عاوتاني كما كتشوفو الكميمات مطروزين، وناحية ديال الصدر والفتيحة كاينة في القدام ديال الجلابة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. عاوتاني هاد الميلونج ما بين الاورانج والغوز فيشيا خياطه باليد، كما كتشوفوا الصفيفه ديال المرمى، يعني شي حاجه اللي مخيطه باليد. كما كتشوفوا الطريزه يعني جات في الجناب ديال الجلابه.